امبارح العالم عاش من غير سوشيال ميديا، من غير فيسبوك. صدمة حس بيها عدد كبير جدا من مرتادي ومستخدمي الفيسبوك ومنصات السوشيال ميديا لمدة ساعتين أو أكتر. عطل فني ضرب السوشيال ميديا، وكأن الحياة هي الفيسبوك، كأن الفيسبوك جزء مهم كده وغالي عند الناس. لما تعطل الحياة كلها تعطلت. حقيقة ناس كتيرة جدا كانت منزعجة امبارح، خصوصا ان الصفحات او الحسابات الخاصة بيهم عملت خروج او لوج اوت مرة واحدة، وكان في مشكلة انه في عدد كبير جدا ولغاية دلوقتي حتى مش عارف يدخل على حساباته الخاصة على الفيسبوك مرة تانية. موضوع كان مزعج جدا جدا امبارح. صحيح يا محمد، الناس قلقت جدا وقعدت تدور طول الوقت، كل شوية نعمل ريفرش ونتأكد ان المشكلة مش في تليفوناتنا احنا. الناس تقلق لما لقيت ان المشكله عامه، الناس خافت ان الحسابات تكون اتعمل لها هاكينج او اتهكرت او اخترقت. ناس تانية لما الخدمه رجعت تاني ما عرفتش اصلا تدخل على الحسابات بتاعتهم لان هم ناسين الباسورد. وللاسف اكتشفنا ان كلنا في الغالب بنستخدم الفيسبوك او اي منصه عامه بنتعامل عليها او اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي على الموبايل، وبنعمل سيف للباسورد واليوزر نيم. فبالتالي لما بنيجي ندخل مره تانية على الحسابات دي او نمسك التليفون مره تانية، الموبايل بيدخل تلقائي. فناس كتير جدا بقى بتنسى الباسوردز بتاعتها لما تيجي تعمل تسجيل دخول مره تانية. وبالفعل يا محمد صحيح. يعني ناس كتير جدا حتى صحابي كانوا يكلموني، انا واحد منهم، انا واحد منهم لسه بنتكلم في الموضوع ده من شويه صحيح. بجد هم خافوا انه التليفون صحيح. او الحساب يكون حد اخترقه. صحيح. في لحظه يا جومانا اكيد فكرت امبارح، هو العالم ممكن نعيش من غير سوشيال ميديا؟ يعني فعلا لو الخدمه دي توقفت، اللي هي الخدمه اللي احنا بندخل فيها على طول طول اليوم ومتعودين دايما نشوف صفحاتنا وندخل على الفيسبوك، لو وقفت ايه اللي هيحصل في الدنيا؟ الدنيا هتقف تماما؟ يعني كان السوشيال ميديا دي هي الحياه اللي احنا بنعيشها وكانها هي الحياه الحقيقيه. طبعا الموضوع ده عمل يعني مشاكل كبيره وقلق كتير، وعمل كمان من ناحيه ثانيه جمانه حاله كده من حالات الكوميكس والهزار شفناها على منصات مختلفه، وتحديدا منصه اكس، لان منصه اكس كانت مستفيده طبعا من انه اللي هي شغاله وانه ما فيش اي مشكله زي المشكله اللي حصلت في فيسبوك او انستجرام. إيلون ماسك اللي هو مالك منصة إكس تويتر سابقا، نشر كده بوست أو منشور على حسابه في إكس بيسخر فيه من هذا العطل الفني. إيلون ماسك قال إنه يعني اللي بيحصل في فيسبوك وماسنجر ده حاجة يعني غريبة جدا، لكن قال نصا كده البوست أو التويت اللي هو كتبها، قال إذا كنتم بتشوفوا دلوقتي هذا المنشور فده لأن سيرفر منصتنا بيعمل بشكل جيد. طبعا هو بيرمي على معروف إيلون ماسك، يعني معروف دايما بمناكفته لميتا ومارك زوكربيرج طبعا مالك شركه ميتا. لكن الفكره انه العطل ده على فكره يا محمد مش اول مره يحصل. صحيح. وافتكر انه كان فيه في شهر اكتوبر شهر 10 حصل نفس العطل في واتساب وبرده على فيسبوك، والاثنين طبعا مملوكين لشركه ميتا. نفس العطل حصل ونفس التساؤلات على فكره هي التساؤلات اللي دارت. ماذا لو توقفت مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي؟ ايه اللي هيحصل لو ما عرفناش نتواصل مع بعض افتراضيا؟ يعني المفروض انه العكس هو اللي يكون الاصعب صحيح. لكن تخيل اما التواصل الافتراضي هو اللي يكون اصعب من التواصل المادي والملموس والحقيقي صحيح. يا محمد احنا كاننا محتاجين فعلا دراسات كده نفسيه واجتماعيه، لانه شخصيه الانسان اتغيرت بجد، شخصيته او البعد النفسي فيه والاجتماعي كانه بينظر دلوقتي او بيشوف حاله التواصل زي ما انت قلت يا جمانة هو التواصل الافتراضي، مع انه حقيقه الاشياء ان التواصل مش لازم يكون افتراضي، التواصل صحيح. لازم يكون طول فعلي. عمره كان تواصل فعلي، عيني بعينك وفيس تو فيس زي ما بيقولوا يعني. صحيح، ده اللي كان بيحصل طول الوقت. بس دلوقتي اعتقد ان هي دخلت في حته التعود بشكل صحيح. كبير، مش عايزه اقول ادمان عشان ما نكبرش الموضوع صحيح. مع انه بالفعل اتعودنا كبير على كده. لكن احنا تعودنا واعتدنا على فكره الموبايلز وان احنا نتعامل مع بعض من ورا شاشات. وزي ما كنت بكلم مع حضراتكم اللي حصل امبارح ويعني ردود الافعال الناس بتعكس حاجه مهمه جدا، وهي انه السوشيال ميديا بقت جزء اساسي من حياتنا. الناس بقت بتتعامل مع صفحات الفيسبوك على سبيل المثال باعتبارها وسيله التواصل والمتابعه لكل اللي بيحصل حواليك واللي بيحصل في العالم كله. فبالتالي لما الفيسبوك بيعطل تحس ان انت منعزل عن العالم كله. وده بالفعل زي ما انت كنت بتتكلم يا محمد محتاج دراسات اجتماعيه توضح
ايه اللي اتغير في حياتنا بسبب وجود السوشيال ميديا، مع انه لو حابب تعرف الاخبار على فكره تعرف هتقدر تعرف الاخبار. مش السوشيال ميديا بس هي النافذه الوحيده للاخبار يعني. لو حابب تطمن على حد على فكره هتعرف تطمن عليه. لو حابب توصل اي حاجه هتعرف توصل لها، يعني زي ما كنا عايشين عادي على فكره قبل كام سنه. كان ده جمال فعلا بيدينا كده زي ما بيقولوا جرس انذار، بلاش نقول الكلام الكبير، انه لا طب ما تيجي نجرب حياتنا الطبيعيه. يعني لو الدنيا وقفت فعلا افتراضيا، ما تيجي نرجع مره ثانيه العادات اللي هي طبيعيه جدا في حياتنا ونمارسها مره ثانيه. والله بقيت بحس يا محمد انه والدنيا هتقف لو السوشيال ميديا. هي دي الفكره، انا بقيت بحس ان احنا حتى قدرتنا العقليه في بعض الاشياء بجد توقفت. يعني احنا زمان كنا بنحفظ الطرق، دلوقتي احنا مبقيناش نحفظ الطرق، بقينا ماشيين بالظبط بالجي بي اس وبنعرف الطرق من خلال الجي بي اس. يعني لو الموبايل فصل في حته معينه او مفيش شبكه في المكان ده او في جزء من الطريق بجد ما بنعرفش نوصل وبنتوه. مع ان احنا زمان كنا بنحفظ مثلا الطرق، ارقام التليفونات كنا بنحفظها، دلوقتي بقى صعب جدا نحفظها حتى لو زمان كنا بنكتبها. فبقيت بحس ان حتى قدرتنا العقليه في بعض الاشياء شويه اتاخرت او اتعطلت. في البعض بيرى ان القدرات العقليه دي يعني بقت نشطه اكتر في حاجات ثانيه، ولكن على اي حال تساؤلات كتير جدا، واعتقد الايام اللي جايه هنشوف اكتر بكتير جدا. بس لازم نكون شويه واعيين لفكره ان احنا يعني يبقى لينا بديل، يعني لو حاجه تعطلت نعرف احنا نتصرف، نرجع بقى تاني نتصرف بجد على ارض الواقع. هو الافضل والاجمل طبعا، وهو الاصل يعني، ده البديل الحقيقي. وكان اللي حصل امبارح كده يدينا كده ايه اختبار، يعني ما تيجي نجرب حياتنا الطبيعيه، ما تيجي نجرب انه ممكن نعيش مش ساعتين، ممكن نعيش يوم او يومين او اكتر من غير سوشيال ميديا. يعني نرجع بعض العادات اللي احنا بنفتقدها في حياتنا من خلال انه السوشيال ميديا تقف ونمارس بقى. والله مش هيحصل حاجه ما عدا الناس اللي شغلها معتمد على السوشيال ميديا، دي حاله ثانيه. على اي حال هنتكلم طبعا عن هذا الموضوع خلال حلقتنا النهارده، لكن دلوقتي بنصبح على حضراتكم من جديد. صباح الخير والسعاده عليكم، وصباح الخير يا مصر.